الثاني، لو تزوجت البنت بغير مسلم أو كتابي تحديدا في السؤال، فهل يقاطعها الأبوان؟ هل يسمحون لها بزيارتهم؟ وإذا أنجبت هل يتواصلون لا معها؟ يجوز لها أن، يعني يجب أن تقاطعها الأسرة، أنها ارتكبت محرما قطعيا بالإجماع. لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم. الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج الكتابية، لأنه هو صاحب الأسرة والقوام على الأسرة، ودينه يأمر بأن يسامحها وأن يعطيها الحرية. إنما الآخر لا يعترف بالإسلام، لأنه نحن نعترف بالمسيحية، إنما المسيحي لا يعترف بالإسلام. فمعناها إن هذه مع المسيحي، مع رجل لا يعترف بأصل دينها، لا يعترف بالقرآن كتابا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد رسولا، فلا يجوز لها أن تكون زوجة لمثل هذا. فإذا كانت تستحل هذا وتستبيحه، يعني تقول إيه يعني، فتكون كافرة والعياذ بالله، تكون مرتدة. هل تحرم من الميراث؟ طبعا لو كانت لو استباحت هذا واستحلته تكون مرتدة، فلا يكون لها حق في الميراث. نعم. هل يقاطع أولادها؟ هل تقاطع إذا العائلة أولادها أولادها؟ نشأوا على دينها، على أي دين سينشأون أيضا. إذا لو نشأوا مسلمين نحاول نستنقذهم، إذا نشأوا على دين أبيهم وعلى طريقة أمهم، يعني فيعني لابد من محاولة لاستنقاذ الأولاد، وإذا كان التقرب منهم يمكن يكون سبيلا إلى إنقاذهم نقترب منهم، وإلا فلا خير فيه.